أهلا بكم إلى ملفنا الثاني، عودة الطلاب والطالبات حضوريا، وإذن المعلمين أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة عادوا إلى مقاعد الدراسة الأحد في عامهم الدراسي الجديد، عادوا محملين بالأمال بالطموحات. وفريق هنا الرياض شارك الطلاب يومهم الدراسي ورصد مشاعر الطالب بالمرحلة المتوسطة. عبد العزيز الشايب نتابع. عبد العزيز في المرحلة المتوسطة جاء مع بداية العام الدراسي الجديد بعد غياب طويل بسبب الجائحة، والشوق بين عينيه للمدرسة التي طال الغياب عنها. حسيت بشعور اشتياق، يعني كل شيء، يعني الطلعة من البيت وقت الصباح، اشوف الباصات تمشي، الناس، العالم، نشاط اخوياي في المدرسة، يعني المدرسين، كل شيء. وانا اشوف ان افضل حضوري، يعني استفسر انا من عند الاستاذ، لا نتعلق، لا اتاخر، يعني اقوم غصبا عني، ما اغيب، يعني اشوف ان افضل حتى تقابل اخوياك. اكثر من 1 مليار ريال تم رصدها من قبل وزارة التعليم لعقود الصيانة والنظافة ترجمت على ارض الواقع، واجراءات وقائية وغرف عزل بعيادات طبية. ولله الحمد وفرت إدارة المدرسة وبال يعني مع الأخوان الفريق العمل غرفة للعزل كما ذكرنا، وأيضا مقياس الحرارة في لمعرفة درجة الحرارة للزائرين، وأيضا الدخول عن طريق تطبيق توكلنا وإثبات أن الطالب أو الشخص أو الزائر محصن بجرعتين. أصوها ماذا؟ أصوها يد. الكل هنا مستعد لعام دراسي مختلف، فبعد غياب وعملية تربوية عن بعد عادت الحياة لطبيعتها، ولكن بإجراءات احترازية وتعليم عن قرب. محمد العتيبي، الإخبارية، الرياض. أكد وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ خلال جولة على عدد من المدارس والفصول الدراسية في اليوم الأول لعودة العام الدراسي حضوريا، أكد أن الإجراءات الاحترازية جاءت لتضمن صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وأعضاء السلك التعليمي من أجل بيئة دراسية صحية وآمنة. نتابع. جاهزين متحمسين للدراسة؟ مستعد. معليك مشتاق مرة. مستعد. الله يعطيكم العافية. أنت محصن طبعا ولا لا؟ الحمد لله. في إجراءات احترازية لأمنكم وسلامتكم ولأمن وسلامة معلمينكم، لأنه كل الإجراءات اللي متبعة هنا تكفل إن شاء الله بأعلى قدر ممكن أمنك وسلامتك إن شاء الله وزملائك. عمر الحربي متحمس؟ مرة؟ إن شاء الله. ما أعطيك إياها لما تقول لي متحمس مرة. طيب. مشتاقين زملائكم تشوفونهم. كم لك ما شفت زملائك؟ ابني 2 سنين. وأعلنت وزارة التعليم عن تأجيل احتساب الغياب في الأسبوعين الأولين للطلبة، وذلك لتمكينهم من أخذ كامل الجرعات من أجل تحقيق العودة الآمنة إلى مقاعد الدراسة. كما دعت الوزارة الطلاب والطالبات إلى المبادرة لاستكمال التحصين بجرعتين بما يحقق عودة حضورية آمنة إلى المنشآت التعليمية ووصولا إلى المناعة المجتمعية والعودة تدريجيا إلى الحياة الطبيعية. من مكة المكرمة ينضم إلينا المشرف التربوي بإدارة الجودة وقياس الأداء بالإدارة العامة للتعليم بمكة المكرمة الأستاذ خالد الغامدي. أهلا بك. إذا ملخصنا أحداث هذا اليوم الذي مر، يوم مهم في تاريخ السعودية، لأنه بعد 18 شهرا عودة حضورية للمدارس. قطع الصوت. نعم أستاذ خالد تسمعني؟
قطع الصوت، عيد السؤال. طيب الآن تسمعني، إذا ما تحدثنا بشكل ملخص عن هذا اليوم التاريخي بعد 18 شهرا عودة الطلاب والطالبات والمعلمين والسلك التعليمي بشكل عام، التعليم متوسط ثانوي جامعي إلى الدراسة حضوريا، في البداية تفضل نحن نسمعك، تفضل. في البداية أول شيء أشكركم على الاستضافة ونهنئ أبنائنا الطلاب وزملائنا المعلمين بالعودة لمقاعد الدراسة ولفصول ولمنابر العلم، منارات الهدى، عودة إن شاء الله نرسم فيها ملامح للمستقبل، ونرسم فيها لوحة جميلة، ونرسم فيها عبارات الإبداع مع أبناء الطلاب وزملاء المعلمين الذين هم في الأساس حجر الزاوية داخل البيئة التعليمية. في البداية قبل ما أدخل في جو المدرسة لابد أن نبدأ استعدادنا من حيث انتهينا العام الماضي. لابد أن نذكر إنجازاتنا التي حققناها على مستوى التعليم. فالتعليم عن بعد وما حققه من إنجازات ومن تطور ومن ممارسات عالية أيضا، فهذه المنجزات حقيقة التي ذكرت على مستوى عالي من المنصة الإلكترونية حققت على مستوى العالم المراكز العليا وذكرتها اليونيسيف أو اليونسكو وأشادت فيها، التطور اللي حصل من إبداعات من معلمينا، من حصص مرئية، من برامج إثرائية، من دروس تفاعلية، كل هذه الأشياء هي التي انتهينا، والإنجازات هي التي أعطتنا بداية جادة داخل المدارس. وبالتالي هذا يقودني لسؤال عن أهم التحديات التي سيواجهها المعلم، واجهها ربما في اليوم الأول وتستمر معه خلال الفترة القادمة بعد انقطاع حوالي سنة ونصف. العام أو السنة هذه إن شاء الله هو عام استثنائي دراسي، هناك تحديات، عام فيه ثلاث فصول دراسية، مناهج جديدة، توسع في الصفوف أو مدارس الطفولة، مناهج محدثة لتواكب التطور الحاصل في الدول المتقدمة حتى ننافس على المستوى العالم. فهذه المناهج الجديدة والمناهج هي أصعب التحديات التي ستواجه المعلم داخل البيئة المدرسية، تركيزهم في على مهارات الفهم القرائي لتحسين مستوى النظام التعليمي حتى نواكب التصريف العامي، قياس مستوى الطلاب والفهم لما حققوه من المهارات أو ما فاتوا من المهارات السابقة، كذلك إضافة اللغة الإنجليزية في الصفوف الأولية، المواءمة ما بين التعليم الحضوري والتعليم البعد حتى لا نفقد مكتسباتنا من التعليم عن بعد. طيب، كان هناك خطط وإجراءات احترازية طبقت قبل العودة إلى التعليم حضوريا وتطبق الآن بعد عودة الطلاب والطالبات، أنت كمنسوب من منسوبي التعليم كيف تقيم هذه الإجراءات؟ هناك دليل إرشادي بالتعاون مع وزارة الصحة والصحة المدرسية بالإدارة التعليم ووزارة التعليم، هناك بروتوكولات صحية تطبق داخل البيئة المدرسية ابتداء من تشكيل اللجان، وجود ابتداء من تشكيل اللجان وتوزيع المهام، وجود غرفة عزل داخل كل مدرسة، عيادة طبية، وسيلة تواصل مباشرة ما بين المدرسة وما بين وزارة الصحة ولي الأمر، تطبيق التباعد ما بين الطلاب، وجود مقاييس أو مقياس حرارة يقيس حرارة الطلاب. طيب، كان هناك قرار، كيف سيتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، حضوري وعن بعد في حالة كان العدد كبيرا في الفصل الدراسي، ثم ألا يضع ذلك عبئا إضافيا على المعلم باعتبار أنه سيشرح المقرر في الصباح حضوريا ولاحقا هل سيشرحه عن بعد أم ماذا بالضبط؟
بالعكس هو وجود التعليم حضوري واستخدام المنصة بالعكس هذا تحدي ورافد من الروافد المعرفة للطالب وأخواننا وزملائنا المعلمين داخل المدرسة. بالنسبة لتقسيم المدرسة والطلاب هناك دليل واضح إرشادي للمدرسة بأنه يقسم المدرسة إلى 4 مستويات: مستوى منخفض، مستوى متوسط، مستوى عالي، مستوى عالي جدا. لكل مستوى من هذه المستويات آلية تشغيل داخل المدرسة. طيب المرونة في تطبيق القوانين والأنظمة، نعرف بأنه لأول مرة يسمح بالجوالات في المدارس سواء للبنين أو للبنات، ولكن ترك هامش للمدارس من أجل تقييم الوضع والتعامل مع هذه الحالة، كل حسب يعني ما يضمن المصلحة برأيك. بالعكس، حضور الطلاب بجوالاتهم مثلا إلى المدرسة هناك فيه البديل، ممكن الطالب يطبع الجوال الصحي كبديل عن الجوال، وهناك التوجيه أو الموجه الطلابي داخل المدرسة حيعطي الطلاب برامج تدريبية، برامج إرشادية، توجيهات بحيث آلية استخدام الجوال، مخاطر استخدام الجوال، الوسائل أو الجرائم الإلكترونية، يعطيه مثلا تعريف بسيط عن الجرائم الإلكترونية بحيث أن الطالب لما يستخدم الجوال يستخدمه بالطريقة الصحيحة المناسبة التربوية اللي تفيد الطالب ولا تؤثر على عملية التعليمية داخل المدرسة. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد الغامدي، المشرف التربوي بإدارة الجودة والقياس بتعليم منطقة مكة المكرمة. شكرا جزيلا لك.